أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل عن حكم اللعب بالورق وما يسمى بالبلوت. هذا إذا كان إنه على جوائز فهو الميسر، إذا كان فيه جوائز فهو الميسر قرين الخمر، وإن كان بدون جواز فهو من اللهو الذي يشغل عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل، ولا يليق بالعقلاء، لا يليق بالعقلاء أنهم يلعبون ورق، هذا من فعل السفهاء. ثم يحصل فيه أيضا السهر الذي يكسل عن صلاة الفجر، ويحصل فيه الكلام البذي والذي يدور بينهم، لأنهم سفهاء لا يتحاشون الكلام البذي فيما بينهم، بل يعتبرونه من الفكاهة، وإن كان سب وشتم بينهم يعتبرونه من الفكاهة ومن الصحبة، وهو كلام محرم. على كل حال، ما لعب الورق لا خير فيه، لكن إن كان على عوض فهو الميسر، وإن كان على غير عوض فهو اللهو الشاغل عن ذكر الله. نعم.